اتفاقية لتأهيل الحضر لخمس مدن بإقليم الناظور تهدف تحديد شروط وإنجاز وطرق تمويل برنامج للتأهيل الحضري للفترة الممتدة ما بين 2009-2012. الاتفاقية ترأس مراسم التوقيع عليها بمركز فرخانة ببلدية بن نصار بالناظور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بنفس المركز أشرف جلالته على وضع الحجر الأساس لبناء مسجد بغلاف مالي يبلغ حوالي 30 مليون درهم. كان ذلك بعد أداء أمير المؤمنين صلاة الجمعة بمسجد الحسن الثاني ببلدية زغنغان بإقليم الناظور. محمد داودي وبعثة الأولى. على إيقاع المشاريع والمنجزات التنموية الكبرى تعيش ساكنة إقليم الناظور لحظة من لحظاتها التاريخية المميزة. فالزيارة الملكية المباركة للإقليم هي زيارة الخير واليمن والبركة، زيارة حافلة بالمنجزات والأوراش التنموية ذات الوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطن لأجل تحسين عيش الساكنة والارتقاء بمستوى الخدمات والبنيات التحتية. ببلدية زغنغن وفي هذا اليوم المبارك أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة الجمعة بمسجد الحسن الثاني. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقد ركز الخطيب في خطبتي الجمعة على الاستقامة مؤكدا أنه ليس هناك أعظم منها، لذلك رغب فيها القرآن الكريم وحث عليها باعتبارها أمرا ضروريا لنجاة الفرد والجماعة، وأكد أن الاستقامة في الإسلام تعني التمسك الحازم بنهج الله وصراطه القويم. وقال الخطيب إن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يضرب المثل الأعلى والقدوة المثلى في الوفاء والإخلاص والحب والثبات على الحق بما يخططه وينجزه لشعبه وأمته بمختلف ربوع المملكة من مشاريع مباركة ترمي كلها إلى تقدم الوطن وإسعاد الإنسان وفك كل دروب العزلة والقضاء على عوامل وأسباب الفقر والتهميش والإقصاء، حتى تنعم البلاد برغد العيش كما تنعم بحمد الله بالأمن والطمأنينة والهناء. وبعد أداء الصلاة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السلام عليكم. اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى وبعد أن أدى أمير المؤمنين حفظه الله صلاة الجمعة بمسجد الحسن الثاني توجه الموكب الملكي من زغنغن إلى فرخانة بإقليم الناظور. فأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعطي القدوة تلو الأخرى للعمل الصالح العمل الجاد والبناء، ويواصل بإرادة قوية مسيرة الإصلاحات والبناء وزرع قيم التضامن والتآزر لتخطي كل معيقات التنمية وتعبيد الطريق وتهيئ السبل للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. فالناظور في ظرف زمني وجيز بفضل المشاريع المهيكلة الكبرى والاعتمادات المالية الهامة المرصودة لإنجازها تحولت إلى نموذج رائد للتنمية في الحاضر كما في المستقبل. مساكنة الناظور بحواضرها وبواديها كلها امتنان وتقدير لهذه الالتفاتة الملكية المباركة وللرعاية المولوية والعطف الدائم الذي يخص به جلالة الملك حفظه الله ساكنة المنطقة. وما الزيارات الملكية المتعددة للناظور وللجهة الشرقية إلا ترجمة فعلية لهذه العناية الملكية الفائقة، وما تواكبها من مشاريع ومنجزات تنموية رائدة إلا دليل قاطع على الحرص المولوي للنهوض بالمنطقة في جميع المجالات وفك العزلة عنها وتحريك دواليب التنمية بها. بمركز فرخانة ببلدية بن نصار قدمت لجلالة الملك شروحات حول مشروع بناء مسجد
تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسيتم إنجازه بغلاف مالي بلغ حوالي 30 مليون درهم. وسيضم المسجد الذي تستمر أشغال بنائه على مدى 24 شهرا وتفوق طاقته الاستيعابية 3000 مصلي ومصلية، قاعة متعددة الخدمات وعدة مرافق صحية ومحلات تجارية. كما اطلع جلالة الملك بنفس المناسبة على مختلف المعطيات الخاصة بمشروع بناء مركز سوسيو تربوي بمركز فرخانة، والذي سيتم إنجازه بمبلغ 10 ملايين درهم في إطار شراكة بين وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهات الشرقية والمبادرة الوطني للتنمية البشرية. ويضم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة المغطاة تصل إلى 1413 متر مربع ويتسع لحوالي 500 مستفيد، قاعات دراسية مخصصة لبرامج محاربة الأمية وورشات لتعليم الفنون التشكيلية والموسيقى والرقص والمسرح وخزانة وحضانة وملاعب رياضية. وبنفس المناسبة قدمت لجلالة الملك حفظه الله شروحات إضافية حول برنامج التأهيل الحضري لمدن زايو والدريش وميدار وبن طيب وفرخانة بكلفة مالية إجمالية تقدر ب 850 مليون درهم. ويتضمن برنامج عمليات تأهيل المدن المعنية تهيئة الساحات العمومية والمناطق الخضراء وفتح وبناء الطرق المهيكلة بها وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وتقوية شبكة الإنارة العمومية وإصلاح وتقوية شبكة التطهير السائل وإنجاز المرافق العمومية. ويندرج مشروع التأهيل الحضري للمدن والمراكز الخمس ضمن تصور شمولي مندمج يهدف إلى تأهيل هذه المدن من خلال تحديث النسيج الحضري والتصدي للإكراهات الحضرية العامة، والتي تتمثل بالخصوص في تسجيل نمو عمراني غير مهيكل وغير متجانس وضعف أو غياب البنيات التحتية وضعف نسبة التغطية بوثائق التعمير مصادق عليها ونقص في المرافق العمومية والاجتماعية وتدني جودة المشهد الحضري والإطار المبني. وقد اطلع جلالة الملك حفظه الله بنفس المناسبة على تقدم أشغال مختلف برامج التأهيل الحضري بإقليم الناظور، والتي انطلق العمل بها سنة 2007 وتهم التأهيل الحضري لمدينتي الناظور وابن نصار ومركز راس الماء بكلفة إجمالية تقدر ب 900 مليون درهم، وكذا تلك التي انطلقت سنة 2008 وتهم التأهيل الحضري لمدن زغنغن والعروي وسلوان وأركمان، والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 435 مليون درهم. وفي أعقاب ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مراسم التوقيع على 5 اتفاقيات للتأهيل الحضري لمدن زايو ودريوش وميدار وبن طيب وفرخانة، وهو البرنامج الذي خصص له غلاف إجمالي بلغ 850 مليون درهم. نعم سيدي عزك الله، ستوقع أمام جلالتكم نصر الله 5 اتفاقيات. الاتفاقية الأولى تتعلق بالتأهيل الحضري لمدينة زايو، يوقعها السيد حمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، السيد نور الدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية، السيد محمد المباركي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم المنطقة الشرقية، السيد عبد الواحد الفتيت عامل إقليم الناظور، السيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء صالح للشرب.